الانزلاق الغضروفي 4 درجات، في درجتين يشكلوا 95% من الناس ودول ما بيحتاجوش تدخلات جراحية، وفي درجتين التانيين اللي هو الثالثة والرابعة دول محتاجين عملية جراحية. طيب الليزر دوره فين في علاج الانزلاق الغضروفي؟ طيب هنقول ان الدرجة الاولى والتانية دول بنعالجهم كالآتي. اول خطوة بنعملها ان احنا الشخص ده هو بنديله علاج دوائي، وممكن العلاج الدوائي يكون كافي تماما ان هو يخف ويشفى تماما من الغضروف، وممكن الغضروف يرجع له تاني او ما يرجعش. طيب في شخص ادينالو ما اتحسنش، بنزود عليه نعمل علاج طبيعي. تمام. طيب ما اتحسنش مع العلاج الطبيعي برضه، بنعمل حاجه اسمها تردد حراري، وده نقوله بعدين تفاصيل. طيب ما اتحسنش مع التردد الحراري، نبتدي نعمل الليزر او نعمل حاجه اسمها تبخير الغضروف. تبخير الغضروف ده بيتم بجهاز معين. تمام. في اجهزه حديثه طبعا جدا دلوقتي. الناس بتخلط برضو بينه وما بين أشعة الليزر اللي هي المعروفة اللي هي زي مثلا بيتعمل بيها حاجات تانية. هو يعني نقدر نقول هو نفس البرنسبل، نفس الأساس اللي هو بيشتغل به الجهاز ده، هو الجهاز ده اللي هو تبخير الغضروف. احنا بندخل إبرة معينة وبيدخل عليها جروب معين، سلاح معين كده رفيع قطره مثلا بنتكلم في 2-3 ملي، بيدي درجة حرارة معينة جوه في الغضروف، يعمل له فيبريزيشن، يعمل له تبخير. وعادة لحد هنا معظم الناس بتخف بدون تدخلات جراحية. طيب ده بالنسبه للايه، انما الليزر اللي هو بيستخدموه في الجلد واللي بيستخدموه في ازاله الاورام وبيستخدموه ده ملوش رول جيد في الجراحات العمود الفقري. وكان فيه بيبر اتنشرت السنه اللي احنا فيها دي 2023 مكتوب كده يعني عنوانها رول اوف ليزر ان سباين سيرج، دور الليزر في عمليات العمود الفقري. وكان الخلاصة ان هو شعاع الليزر اللي هو الشعاع الاحمر ده اللي احنا بنشوفه ده ملوش دور في علاج العمود الفقري، انما فيه بديل ليه اللي هو التردد الحراري، بيعمل نفس الدرجة بس بتقنية معينة وبأجهزة معينة. مش كل أجهزة التردد الحراري تقدر تعمل كده. احنا قدرنا نوفر يعني جهاز من امريكا الحقيقة يعمل الدور ده هو، وبنستخدمه حاليا في عملياتنا اللي هي عمليات الانزلاق الغضروفي من الدرجة الأولى والثانية بأجهزة الليزر.